هكذا يقول نذير يعتة، مؤلف جديد يغوص في حياة تمتزج فيها الوطنية والشغف بالكتابة، مع الرغبة في المساهمة في الدفع بالمغرب إلى الأمام عبر أنامل الكاتب، فضلا عن تقديم معلومات وفيرة للصحفيين والسياسيين والمؤرخين. الكتاب يوثق مقالات الصحفي والسياسي الراحل نذير يعتة، والتي قامت بتجميعها نجلته سوسن يعتة. المؤلف عبارة عن تجميع لمقالات تتحدث عن كل المواضيع التي تحدث عنها والدي، السياسية والاقتصادية وكل المواضيع التي تهم المغاربة اليوم. الإصدار ذو طابع تقدمي، كما أنه دعوة صريحة للإيمان بمستقبل بناء وأكثر انسجاما مع نفسه. نحن سعيدون جدا بتواجدنا اليوم هنا لتكريم هذا الصحفي العظيم الذي رحل عنا قبل 26 عاما. الجميع يتذكر كيف أن نذير يعتة كان يقرأ، ولو كان يكتب باللغة الفرنسية كان يقرأ من قبل أوساط واسعة، وكان له تأثير على القرار السياسي. كتاب هكذا يقول نذير يعتة هو ثمرة اشتغال طويل الأمد قامت به سوسن يعتة من أجل تقديم عمل إنساني يروق لمختلف فئات المجتمع المغربي.